المغرب رفقتها إسبانيا والبرتغال في مونديال 2030. ثم ابدا السعوديه نيتها في احتضان مونديال 2034، ولكن دعوني ابدا من البدايه، لانه منذ ان تحول المونديال الى نهائيات كاس العالم تشارك فيها 48 منتخب ابتداء من المونديال المقبل في الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك وكندا، يبدو ان اشياء كثيره جدا ستتغير في عالم الكره. وكاس العالم التي كانت كاس العالم يبدو أنها ستفقد، نتكلم عن الجانب الفني، ستفقد نكهتها وقوتها. كيف ما شفتوا الأصدقاء، هذا هو الرد ديال الدراجي على تنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب، حيث أنه ما تقبلش هذا القرار، وأنه اعتبروا على أنه غادي يكون مثابة أنه غادي يفقد هذا الكأس العالم الرونق ديالو والجمالية ديالو، بحيث أنه غيتنظم في بزاف ديال القارات وما غاديش يبقى التنقل ديالو بشكل سهل وبشكل بسيط. فترقبوا معنا الرد ديال واحد من الصحفيين المغاربة المشهورين، ولكن قبلت أبونا معايا على اليوتيوب واشتركوا فلاشي. فحسب الدراجي فكأس العالم بالمغرب يعتبر مؤامرة، حيث أنهم هناك شيء من الخدع والمكر في أن المغرب ينظم كأس العالم 2030، وهذا أثار مجموعة من المغاربة حول هذا الموضوع. فسنجد إلى جانب هذا نوفل العواملة الصحفي المغربي الذي تكلم عن هذا الموضوع برأيه. تشوفوا ونتفرجوا كاملين في الفيديو الرأي ديال نوفل العواملة. سنكون بإذن الله على أتم الجاهزية، ومما قالوا فوزي الإقجاع اليوم كان هدروا على الكأس العربية، كان هدروا على ربما كأس العالم في الفوتسال، كان هدروا على مونديالتو بنسخته أو بشاكلته الجديدة 2029. يعني المغرب غيدوز 2025 كأس أفريقيا، غندوزوا مجموعة من الامتحانات التي ستؤهلنا بإذن الله إلى احتضان مونديال استثنائي وتقديم العبقرية الأفريقية وذلك الوجه الآخر للمملكة المغربية القادرة. فهذا كان رأي بعض الصحفيين اللي قالوا لأن المغرب قادر بالإمكانيات دياله المتوسطة على أنه يطورها وتولي إمكانيات جيدة باش ينظم هذا كأس العالم، والرغم من أن البعض من الدول الأخرى والمجاورة مثل الجزائر انتقصت من القيمة ديال المغرب وقالت لأنه ما غاديش يقدر، من بعد ما الملك محمد السادس نصره الله غادي يشيد على أن فوزي الإقجاع هو المسؤول على اللجنة المنظمة لهذا الكأس. فكانوا هذا بعض الآراء وهذا بعض الموضوع اللي عالجته معكم في دقائق قليلة. فشاركنا التعليق ديالك حول هذا الموضوع، واش المغرب قادر على انه ينظم هذا الكاس ولا ما قادرش، وشنو هما الاضافات اللي تبغي تشوفها من هنا ل 2030 وكذلك من هنا ل 2025 اللي غتكون واحد النسخه باش انها تختبر القوه المغربيه في تنظيم مثل هذه الكؤوس. كان معكم توفيق عبد الرزاق، الى بغيتي تشوف فيديوهات كثيره حول مجالات متعدده وجديده تابعونا معايا فلاشين، وتهلاو الاخوان.